السلام عليكم. صراحة طبعا راح نيجي لسؤال، هذا السؤال تكرر بالأونلاين ألف مرة. كل مرة يعطيني ثيتا بل بي وفي بي وطالب في اي واي، تمام، كان نفس النص بالفاصلة. كيف يعني بالفاصلة؟ بي بتنزل لتحت فاي بدها تطلع لفوق، وطبق في قانون أمور، تمام. الفصل اللي بعده جاب حكى لي إذا بي بتطلع لفوق، إذا بي بتطلع لفوق احسب VAY، وكان كل الطلاب غلطت فيها ولازم نحط نون. الجواب لازم نحط نون، ليش؟ لأنه إذا بي تحركت لفوق إيه مستحيل تتحرك لفوق برضه، إنه هو قال لي إذا إيه لفوق، أو إذا قال لي إذا بي لفوق احسب أبورد AY. طب أنا كيف بدي أحسب الأبورد AY؟ ما بنفع إني أحسب أبورد AY، ليش؟ لأنه إذا طلعت لفوق هذا تنزل لتحت، بس هو قال لي احسب لنا لفوق، فالجواب نون. المرة الثالثة أعطاني في اي واي، طلب مني في بي، طبعا ما أعطاني كوساين ثيتا وقال له بي، فبالتالي هذا السؤال تكرر كثير بالأونلاين. فممكن المرة هاي يجي يطلب يعطيني في بي إيش؟ لا، المرة الثالثة أعطى في اي واي وطلب في بي. ممكن المرة هاي يطلب في نفس الشيء، يعطي في اي واي ويطلب في بي، بس يكون إيش؟ إنه في اي واي لفوق، فإذا في اي لفوق في بي لازم تكون لتحت. طب افرض اعطاني لتحت، لازم في بي تكون لفوق، بس مستحيل في بي تطلع لفوق، فبالتالي شو جوابنا؟ نفس الفكرة زي ما فهمتوا معي. طب هذا كيف بدي احله؟ طب هذا السؤال فيه دامج كثير 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 تباتر. كيف يعني؟ يعطيني هذا الحبل، هاي هي، هذا حبل، يعطيني حبل هون. هسه اللي بيصير عندي كالتالي، بعد حل الكتاب وابصر ايش، لو هاي بدون حل كتاب، لو هاي المسافة حكيت لك هي واي، وهذا طول الوتر مطنية ال، مطنية ال، فبالتالي واي بدها تساوي ال في ساين ثيتا، تمام، خليها على جنب. هسا في بي، في بي هاي كيف بدي أوجدها؟ طول الحبل هذا هو هذا، هذا الحبل ما يش طوله، أنا ما يطول هذا، شو طول هذا الحبل؟ سميني هاي المسافة S زي ما عامل الكتاب. هاي المسافة S كم؟ طيب كل بساطة هاي الزاوية ثيتا، تكون الزاوية ثيتا تكون بالتبادل والتناظر والسوالف هاي، تمام. كيف ممكن أوجدها؟ ال S تاني معي ضلعين وزاوية محصورة، ضلعين وزاوية محصورة، فبالتالي شو تطبق؟ تطبق إنه قانون الكوساين الأس بدها تساوي الجذر التربيعي لبي تربيع زائد بي تربيع زائد اثنين بي في كوساين ثيتا، فبالتالي أس تربيع بدها تساوي اثنين بي تربيع زائد اثنين بي تربيع كوساين ثيتا. بالتالي عامل مشترك S تربيع بدها تساوي 2 بي تربيع في 1 زائد كوساين ثيتا في 1 زائد كوساين ثيتا. تخربش الحل، مش مشكلة، نوصل للحل النهائي، S تربيع بتساوي 2 بي تربيع في 1 زائد كوساين ثيتا، تمام. وعندي أنا Y قلنا L في ساين ثيتا 100%. طب أنا كيف بدي أوجد في إيه؟ نشوف الجواب النهائي في اي واي تلال في بي، كيف دوجدهم؟ سهلة، اشتق هون 2 اس في اس دوت، شو بدها تساوي؟ طب شو الاس دوت؟ هي في بي، صنع طرف الخيط، والاس هي جذر الاثنين في 1 زائد كوساين ثيتا، 2 بي تربيع في جذر 1 كوساين ثيتا، تمام. كيف تجيب العلاقة بينهم؟ سهلة، هذا ثابت 2 بي تربيع، الواحد صفر، كوساين ثيتا مشتقتها سالب ساين ثيتا. هسا شو اللي بيصير عندي؟ في بي بتتحرك هيك صح؟ فاي هذا راح يلف معي هيك، بالتالي راح صار عندي حركة دورانية، يعني في عندي ثيتا، طيب شو مشتقة الثيتا؟ هي ثيتا دوت بسبب الحركة الدورانية، ساين ثيتا في ثيتا دوت. طيب هون واي شو مشتقتها؟ واي دوت، ال ثابتة، ساين ثيتا صار كوساين ثيتا في ثيتا دوت،
هسه شو اللي بصير عندك؟ عوض ثيتا دوت تاي اللي هون، عوضها بالقانون الأصلي، بطلع معك هذا القانون. جربها إن شاء الله بطلع معك هيك. هذا إثبات القانون كان. اعمل زي ما عملت، اشتقه كذلك هون، اشتقه بدنا نسواهم بعض، طول معي العلاقة. نعطيكم ألف عافية.